هويا والله أنا كتير خايفة، بلكي ما دخلونا من باب القصر. مو ملاحظين إنه الطريق طويل؟ قولي له للعربجي يسرع شوي. شايف يا إبراهيم؟ باين دو هذا نحيف هو اللي رح يفوز. باين عليه قوي، بس البطل مقابيله كمان قوي. برأيي هداك اللي بدي يفوز. بنشوف. وين قررت تسكن انت واختي خديجة بعد الزواج؟ عم ادور على مكان مناسب يا مولاي. ما في لزوم. انا قررت يا ابراهيم اهديكم القصر القديم، وهيك بتضلكم قريبين علي. هذا شرف كبير يا مولاي، والله ما عم صدق اللي عم بسمعه. لازم تروح على القصر القديم وتشوف شو بدك تغير فيه. طبعا بتروح خديجة كمان، واي شيء بدها اياه تعمله فورا. شكرا يا مولاي، رح نبلش بالتجهيزات فورا. ويام خانوم، انتي شو اللي رجعك لهون؟ كيف اجيتي؟ ابراهيم باشا قال لي اجي، هو عنده خبر. بس هو ما قال لي هيك شي. شو يعني مو مصدقني؟ استغفر الله. بالاول خليني روح اسأله واجي. قل له لابراهيم باشا كل شي رح يصير مثل ما بدك. شو قلت لك؟ النحيف اللي فاز، الشغلة ما بدها صحة بدها ذكاء. الحق معك يا فخامة السلطان، لهيك نصوح بيفوز على طول. إبراهيم باشا، هيام خانم رجعت وهي برا على البوابة وقالت لي خبرك إنه كل شي بدك إياه بيصير. مولاي السلطان حابب أحكي معك موضوع مهم. في واحدة من الجواري كانت شاهدة على قتل عايشة خانم، عم بتقول إنه القاتلة مو السلطانة هيام. لكان مين؟ لساتهم ما عرفوا لحد هلأ يا مولاي، بس أكيد القاتلة مو السلطانة هيام. ليش ما عطيتوني خبر؟ مولاي حبيت أتأكد من الحقيقة قبل ما خبرك. أنت متأكد؟ متأكد تماماً. أمن رجعت السلطانة هيام على القصر فوراً. هي على الطريق مولاي السلطان، بعد شوي بتصير هون. مين هي هالجارية؟ الجارية هي روزا خانم، بس أنا موصى إنه ما أحكي بهذا الموضوع من إبراهيم باشا. على فكرة هيام خانم رجعت ورح روح جيبها لهون. في شي مهم لازم أقلك عنه يا سلطانة،
هو عم خانم هون. هلا سنبل آغا رح يجيبها. شو هاد اللي عم تحكي يا درة؟ كيف بتجي لهون بدون إذن مني؟ شلون بيجيبوها بدون ما أعرف؟ سلطانة ناهي الدوران، من اليوم ما بقى أغلط بحقك أبدا، وبتمنى إنك تسامحيني. هيام تعالي قعدي هون. ما انتي رجعتي وصرتي هون ورح تاخدي ابنك محمد، ليش هيك وشك عابس؟ أكيد حيجي يوم ووشي يضحك، بس مو هلأ، بعدين وقت اللي ناهي الدوران بتنحني وبتبوس توبي. مهدي رح موت من الوجع يا كوثر. الله لا يوفقها هالجارية الروسية. لك شلون رجعت عالقصر؟ سلطانتي شفتيها كيف انحنت وركعت وبعثت لك توبك؟
وينو هاد الدواء؟ عطيني اياه بسرعة، الوجع عم بزيد. مستحيل أقبل الرجوع على هون. سلطانة، شو رأيك تتمددي عند خط؟ بلكي بترتاحي. اليوم بيكون الخميس، مولاي بيكون عم يستناني، أنا لازم أقوم جهز حالي. سلطانة، بس أنتي تعبانة كتير. رح روح لو شو ما صار يصير يا كوثر. وقت اللي عم تحكي عن السلطانة ناهد دوران، قلبي من جوا عم يرجف من الخوف. والله اوعك تخافي يا فريال، انا تعلمت الدرس. هيام من اليوم وحدة تانية. الولدنة انتهت. مدام عم تقولي تعلمتي درسك ومن اليوم انتهى وقت الولدنة، احفظي درسك منيح، اوعك لبقى تغلطي. شكرا. يلا روحي انتي، لأنه مولاي السلطان رح يجي. ما بظن رح يجي اليوم. اليوم يوم الخميس، مولاي السلطان رح يكون عند السلطانة ناهد دوران. هيام خانم ما في أشطر منها باللف والدوران، قدرت تقنعه للسلطان إنه هي بريئة. هالمرة طلعت مو سهلة بنوب، ضروري نحن نوقفها عند حدا يا درة قبل فوات الأوان. لازم تفهم إنه في إلها منافسين بالحرم لك. في شي عم يدور ببالك يا سلطانة؟ في شي ببالي، بس أول شي لاقيلي جارية مناسبة للسلطان. سنبل آغا. ها شوفي يا صادقة، أنا مشغول كتير، شو بدك؟ أنا حابة أكون واحدة من المميزات. قالت الست فريال قلي له لسنبل آغا، هو بيساعدك. استغفر الله، وأنا شو دخلني بهذا الموضوع؟ أنت شو مفكرتيني يا بنت؟ صرت مسلمة يا سنبل. كمان أنا رح أعطيك ذهب. نزلي إيديكي، نزليون. شو مفكرة الشغلة ممكن تصير بكام ذهبة؟ بكرة بس آخذ رح أعطيك. طلعي فيني، عنا الرشوة عيب وما بتجوز. شو يعني رشوة؟ يا رحمن يا رحيم، لسه ما صار لها بالقصر غير من مبارح العصر، شو مفكرة الشغلة بهالسهولة؟ روح، أنا ما فيني ساعدك، نلعي. سلطانة، مولاي السلطان مو بغرفته وطلع. أكيد ما رح يطول، أنا رح استنى. مولاي راح الحرم لك، راح على جناح السلطانة هيام يا سلطانة. نورهان، ليش ما دقيتي؟ اشتقت لك كتير يا هيام.
سلطانة ما دامك مريضة رجعي على جناحك وارتاحي أحسن لك. شلون رجعتوا هيام لهون يا إبراهيم؟ اللي نحن تأكدنا أنه هيام بريئة مشان هيك رجعناها، بس لا تقلقي هي ما عاد فيها تأذي حدا بنوب. ما لي مصدقة، شلون بترجعوها بعد اللي صار؟ مولاي السلطان هلأ معها، هذا اليوم ليومي أنا. يا سلطانة لو سمحتي لا تحكي لي عن حياتكم الخاصة، أنا ما لي علاقة بهالموضوع. أنا عم بحاول إني أحمي حياتك وحياة ابن السلطان مصطفى وأضمن له مستقبله بالحكم. ما بدي إياكي تخافي منه، هو يام خانهم فهمت إنه السلطان ممكن يتخلى عنه. مولاي لو تعرف شو اشتقت لك. أنا كنت رح جن. مكتوب اللي وصلني منك أثر فيني عن جد، بتحبيني لهالدرجة؟ وأكتر من هيك بكتير. ليش أنت ما بتعرف؟ أنا وقت كتير زعلت من حالي، صدقيني أنا ما بظلمك. أنا كتبت لك مشاعري يلي كنت حاسة فيهم. أنا ما بعرف شو كتبت، فكرت إنه خسرتك للأبد، بس بوعدك من اليوم ورايح حكون هيام اللي بتسعدك عطول. ما عاد في خناق ولا حتى ولدني، وعيت. أنا مو مصدق اللي عم بسمعه. هيام الطفلة فجأة هيك كبرت؟ سليمان أنا بفضلك صار عندي ولد وبنت. صدقني روحي وعمري وكل حياتي حيكونوا فدا مولاي وولادي. يلا يا بنات اشتغلوا لا تلتهوا، حطوا كل غرض بمكانه المناسب. هيام خانم شوفي انت غراضك، اذا في اي شيء ناقص بخليهم يروحوا يجيبوه من القصر القديم. نورهان بتهتم بهالشي. ست فريال بدي اسالك شغله، هلا كل الناس بيعرفوا انه انا بريئه؟ مولاي السلطان بذات نفسه اعلن انه انت بريئه. منيح انه روزا خانم شايفه الحادثه، وإلا كيف كانوا رح يثبتوا أنه أنت بريئة؟ مين بتكون روزا؟ واحدة من الجوارية اللي عنا شافت القاتلة، قالت أنه مو أنت. إبراهيم كنت عم تضحك علي طول الوقت، بسيطة أنا بدبرك. ما جبلك سيرة هالموضوع؟ مين ساواها؟ مين القاتل؟ لسه مو معروف. هون بالحرم ليك في قاتل خطير، بس نحن ما منعرفه. هاد يعني المجرم حر. هيام، تعا
تعالي لهون شوفي شو عم ساوي. شو رأيك؟ شو حلوة؟ شو رح تصير؟ هي هي زهرة التوليب، هون لازم يترصع بالألماس. طلعي هون بالنص، هون رح نحط جوهرة زمرد كبيرة وبتصير طوق، وبعدين بعمل حلق بناسبة. عن جد شكراً كتير، انت على طول بتفكر فيني. ايمتى رح يخلص الطوق تبعك؟ رح اعمل لك واحد اجمل منه، بس هذا لخديجة. اذا قدرت خلصه رح اقدم لهم اياه يوم عرسون. ايه خديجة بتستاهل، هي حلوة ورح يطلع عليها كتير حلو وبياخد العقل. We'll be right back.